يسعد ظاهير إنشات أن تقدم تقنية الخدمة السريعة للمطاعم كبيرة الحجم. يعتمد هذا الابتكار في الأساس على أتمتة عمليات الطهي وتقديم الوجبات، مما يقلل زمن انتظار العملاء إلى بضع دقائق فقط. هيا نلقي نظرة على هذه التكنولوجيا. يأخذ النادل الطلب من مجموعة من العملاء، وباستخدام كمبيوتر لوحي يرسل طلبا إلى المطبخ حيث يجري إعداد الوجبات. ويوجد فوق منطقة تناول الطعام مساحة حيث يتم نقل الوجبات من المطبخ إلى طاولات العملاء باستخدام سيور نقل وأذرع ميكانيكية. ويتم توزيع الطلبات باستخدام نظام من المستشعرات والبكرات الدوارة التي توجه كل طبق إلى وجهته مباشرة بدون خطأ. تستغرق الرحلة الكاملة من المطبخ إلى الطاولة دقيقة واحدة أو أقل. بمجرد وصول الطبق إلى وجهته النهائية في حجيرة تقع بجوار طاولة العميل، يلتقط الذراع الميكانيكي الطبق وينزله إلى منطقة تناول الطعام. تسهم أتمتة عمليات طهي الطعام وتقديمه في تسريع خدمة العملاء إلى حد كبير، لدرجة أنه يمكنهم الحصول على المقبلات قبل الانتهاء من تحديد الطلبات. وبعد مغادرة العملاء الطاولة، يجمع النادل الأطباق المستهلكة ويضعها في حاوية خاصة، والتي ترسلها بعد ذلك إلى الطابق السفلي حيث توجد غسالة أطباق أوتوماتيكية تعمل بضغط عالٍ. تتيح هذه التكنولوجيا تقليل الأعمال اليدوية لفريق العمل، وهذا بدوره يزيد من سرعة الخدمة وجودتها مع الحفاظ على تقليل المصروفات إلى مستوى مثالي. ويمكن أن يصل عائد المطعم إلى 10,000 عميل في اليوم. يدعم المطعم أيضاً الظروف الصحية المثالية لتحضير الطعام، نظراً لأن المطعم مؤتمت بالكامل فلا يسمح لأفراد الفريق بالدخول، كما أن مسارات تقديم الوجبات لا تتقابل مطلقاً مع الأطباق المتسخة. تسهم الخدمة السريعة عالية الجودة والأسعار المعقولة والوجبات الصحية اللذيذة في ضمان ولاء العملاء للمطعم، والذين سيكونون سعداء بالمجيء إلى المطعم مرة تلو الأخرى. تعرف على المزيد حول تكنولوجيا مطعم الخدمة السريعة في www.dahirinchat.com.